صحيح. طيب هنشوف ارقام المباراه، ويمكن ارقام برضو مميزه جدا على مستوى الارقام. اكيد مباراه كان فيها 9 اهداف، كانت مباراه مثيره ومباراه قويه جدا ما بين طبعا مان سيتي ولايبزيج. عندنا لايبزيج طبعا النتيجه 6-3، في الفرص 5 فرص للايبزيج قدر يسجل منها 3 اهداف، للمان سيتي 10 فرص قدر يسجل منها 6 اهداف. الاهداف المتوقعه اكيد كانت لصالح المان سيتي ب 1.93، طبعا نسبه عاليه جدا مقارنه ب 0.61 للايبزيج. نسبه الاستحواذ يعني مش بعيده قوي، 46-54 لصالح المان سيتي. التمريرات 498 لايبزيج، منها 419 صحيحه بنسبه 84%. المان سيتي 496 تمريره، منها 427 صحيحه بنسبه 86%، متقاربه لحد ما. تصويبات على المرمى لايبزيج 9 تصويبات، منها 3 داخل المرمى او ما بين القائم والعارضه، يعني اللي اتشاط 9 احرزوا منها 3 اهداف. المان سيتي 16 تسديده، منهم 10 ما بين القائم والعارضه. عرضيات للايبزيج 12 للمان سيتي 7، وركنيات 3 لايبزيج و6 المان سيتي. محمد ارقام مش بعيدة قوي عن بعض، متقاربة بشكل كبير، نسبة الاستحواذ مش كبيرة، حتى التصويبات على المرمى، التمريرات الصحيحة، لكن الأرقام ما تقولش إن النتيجة 6-3. صحيح فعلا الأرقام يعني ممكن تقول إن فرق هدف أو هدفين بالكتير ممكن لصالح المان سيتي، وده الغريب تكتيكيا زي ما قلنا. يعني أنا شايف إن لايبزيج بيعاني زي ما قلنا كابتن هاني، اعتقد ان لايبزيج ظهر بشكل ممتاز ورائع جدا في الشامبيونز ليج الاخير يعني العامين الاخرين. صحيح. انا اعتقد ان قد يكون هناك فرصه اخرى للايبزيج للظهور، لان الفريق بيمتلك فعلا لاعبين ممتازين، يعني هم يعني برضه في انسجام ما بينهم، ومع رغم ذلك الكوتش ما طبعا محتاج. انا بايدك، يعني هي الهزيمه وارده طبعا. صحيح. المان سيتي قوه ضربه، افضل فريق من افضل فرق العالم. لايبزيج فريق كويس، لكن حتى خبراته في الشامبيونز ليج لسه طبعا عنده خبرات، واعتقد يعني مش هيكون برضه ضيف سهل في هذه المجموعه.